فشكل بعد هاد الجمرة كيفاش دايره؟ زوينة المرة، زوينة، عطية الليمونية الفانيدية اللون ديالها ممتازة، زوينة لا بغيتي الحق. الشوفة ديالها تتشهي. عندنا الجمرة البلدية وعندنا الرومية. الو لو سوسي اورنمونتال تلقاو عند مالي النوار اللي تيبيعوا يعني داخله في نباتات ديال التزيين. تزيين هذه اورنمونتال، ولكن اورنمونتال راه داخله في الدواء كثيره. والفرقها بينها وبين الجمره البلديه، الجمره البلديه فيها واحد شويه ريحه شحمه شاكور ديال السميه، دونك ما ياخذوهاش الدراري صغار. يعني نسبه خفيفه بزاف. خفيفه مي اختصاص مثال بسيط ديال الكونسير ديال المعده. عندها اختصاصات هذاك. انا تنفضل دائما الجمره البلديه في الدواء ديالي. الور الجمره دابا موجوده، هي اللي كاينه نايده من ماشي هي اللي كاينه، كاين كاع العشوب دابا الحمد لله، والحريقه راه وصلت وبدات دير النواره ولا سيف طالعه وراه فيها العجب العجب، ومازال غير رجعوا الحريقه. الحريقه بجوج خاصه الحرشه، والحمد لله هذه طبيعيا، يعني ما كتزرع ما كتغرس. واش قالت الحريقه غير مد يدك وقطفني فابور؟ راه فابور الجمره هي، غير مد يدك وقطفني فابور، فين ما مشيتي غير مشتة. راه غير من هنا، شوفي المغرب كله عامر جمره، ورا غير تخرجي غير من الناس تمشي للمطار ولا تمشي تجي سيدي رحال ولا طريق جديده ولا اللي بغيتي، ولا طلعتي للشمال دونك الطريق ديال الرباط. كدير نواره هي، كدير نواره. النواره زوينه راه شهواره، راه هي بوكي اورنمونتال. غير قطعي وديري في كويس فن، تزيني البيت البلاصه الصالون اللي بغيتي. دونك الجمره ممتازه. ريحه الرائحه ديالها زكيه. لا ما فيهاش رائحه، ما فيهاش، هي غير منظر ديال التزيين. اش قالت الحريقه على الريحه؟ انا ماشي مريحه ولكن مفيدة. فوالا الزواق ما بغيناش، خليهم مالي الزواق. الزواق اش قالت؟ المزوق من البراش خبارك من الداخل. شحال ما بغيناش الفائدة من الزواق. شحال من العشبة مزوقة وهي خاوية وما فيها من فائدة، وهي خانزة من الداخل كاع. لا إله إلا الله. طيب نمشيو الجمرة، شنو نقدروا نقولوا لها؟ بسم الله نبداو. تتعتبر صيدلة صيدلية صغيرة ضد آفات الجلد، لأنها من أفضل المطهرات، ولائمة للجروح ومضاد الالتهابات والتشققات المشق والتآليل تلال. وفي الزهرة ديال الجمرة هرمون جنسي، هرمون جنسي يفيد في تقوية القدرة الجنسية. الرجال راه اختصاص الرجال واختصاص حتى العيالات. هيا نضافت حاجة جديدة اليوم، مقوية جنسية ليا جمرة. كنا هضرنا على القوة الجنسية هذاك، وقلت غنعطي دي فورمول وصفات، وعطيت وصفات غايه والله اختي غايه، وعطيت الوصفات لا ديال المسكين ولا اللي مسهل عليه ربي. ولكن راه هادو العشوب، والعشوب فيهم بزاف ديال الدواء، وخاص الواحد يعرف. مثال بسيط، راه دائما تنقول الوصفه المفرده احسن من المركبه هذاك، ولكن بعض الخطرات خاص ملي تكون عندك درايه راه تقدر تركب وصفات خياليه وعاد تعطي قوه. وحنا عندنا مشكل، لا مش مشكل ديال الانجاب، لا مشكل ديال الضعف الجنسي، وهذا راه تيأرق العائلات وتيخرب العائلات وتيشتت الاولاد وداك الشيء كامل. وحاجه بسيطه وحنا تنحشموا والثقافه ديالنا هكا، دونك ما عندناش ثقافه جنسيه. وزيد عليها حنا من الصغر حتى الكبر، شكون اللي محلول ليه البيبان وشكون اللي عنده الزهر باش يمشي ويشوف البنات ويتصاحب وداك الشيء ما عندناش. اذا من صغيرنا الكبيرة رجال وعيالات بنات ولاد تنطلعوا معقدين. هذا جانب المسكوت والمحرم. فوالا، وراه العامل النفساني هو هو اكبر مشكل اللي مطروح. راه ما عندناش ضعف جنسي، راه عندنا ضعف نفساني هو اللي دايرنا مأرقنا، راه عندنا هذا هو الهدف. اذا تنعطيه وصفات بسيطه سهله اللي تحل لنا هذه المشاكل. مثال بسيط، اليوم غنهضروا على الجمره. دونك بدينا بالجمره، نكملوا. تتعتبر صيدليه صغيره ضد افات الجلد، علاش؟ لانها من افضل المطهرات، تطهر، تتحيد لنا الميكروب، تحيد لنا كل شيء، تنطري طريب اونتيسيبتيك، ولائمه للجروح، تتلحم لنا الجرح. ها هي تطهر لنا لي بلي، دونك اي حاجه جرح ولا حرق ولا اللي كان. مضاد الالتهاب، وهذه راه مهمه، مضاد الالتهاب. التهاب شنو هو؟ النفخان، شي حاجه منفوخه. كتفق مع الحريقه في هذه النقطه هذه. معلوم معلوم. وزيد التهابات، من تنجبد التهاب بلا ما تنخمم، لا الوفيرا والكركم والخرقوم. يعني الوفيرا كتبقى في المقام الاول. بيان سور. مضاد الالتهاب والمشق والتشققات والتلال. وفي الزهره في النواره ديال الجمره هرمون جنسي تيفيد في تقويه القدره الجنسيه. وكأن الجمرة تترضي الرجل أيضا، حتى لا يحتكر الطب النسائي هذه النبتة ولا هذا النبات. هذا دونك هذه راه نبتة ديال العيالات، ولكن في حد ذاتها في ديك النوارة ديالها راه كاين الفرق بين اللي موجود في النوارة وفي الورقة وفي الجدر. ألور حتى في ديك النوارة ديالها موجود هرمون جنسي قوي للرجال. للرجال.
الجمره ضد الضعف الجنسي. وحل معلقه صغيره من زهره الجمره في كاس من الماء بدرجه الغليان، خليه يستحلب او يتخمر واحد 10 دقائق، نصفيه نشربوا واحد كاس قبل الفطور والنوم. سهله. الور معلقه صغيره من الزهره ديال الجمره في كاس واحد ديال الماء بدرجه الغليان، خليوها تخمر واحد 10 دقائق، نصفيوها ونشربوا كاس قبل الفطور وقبل النعاس. يعني نغليو الماء قبل وعنحطوه على داك الدرجه بدرجه الغليان. هاد العشبه اللي قلنا الحمد لله ان كاين توفر في بلادنا، كتنبت موجوده بدون فابور. فابور مد يدك وموجوده بكثره ديال سيدي الزرابي. الزرابي والله اختي غير جيب زربيه، جيب اي فوطه، جيب اللي بغيتي، منطق فرشها وسمنهم، راك في الطبيعه رائعه وفي واحد الطابلو وفي واحد اللوحه ربانيه. توقفنا عند الشق ديال قلنا الحبوب ديال الزهره ديال الجمره. اش قلنا؟ قلنا نصفيهم نشربوا كاس قبل الفطور والنعاس. يمكن اضافه بيان سور معلقه صغيره من العسل لهذا نقدروا نضيفوا العسل. معلوم دائما العسل ممتاز وحسن من السكر وما عنده علاقه بالسكر. وهذو الناس اللي ما عندهمش هذه الوصفه نقدروا ناخذوها، خصنا ناخذوها مده واحد 3 شهور تتعطي ريزولتا سبيكتاكولير. هذاك راه مجربه. ولا حدث اي اضطراب هضمي اثناء هذه الوصفه نخفوها بشويه بالماء، بالنسبه للماء. علاش كاين اللي تقدر بعض الناس تقدر دير ليه اضطراب هضمي وخا يختي اسهال شديد تقدر دير له اسهال مغص وجع سبازم. تقدر دير ليه ديسبازم وداك الشيء كامل على حسب، حيت كاين اللي عندهم المعده ضعيفه راه قليل اللي دونك خدينا 100 واحد ضرب الحساب واحد 3 ولا 4 تيكون عندهم حساسيه معده ضعيفه وداك الشيء كامل. هاد الناس بنفسهم يقدروا ياخذوا الجمره حيت هي رطبه. الور في هذه الحاله باش يتفاداو اي مشكل يخفوها بالنص بالماء. الجمره ضد الحيض المؤلم. ها حنا نقطه مهمه دابا السيدات، راه قلنا عشبه العيالات اصلا غير هي ما نساتش الرجال في النواره ديالها تاع كاين هرمون جنسي مقوي القدره الجنسيه او الطاقه الجنسيه اللي باش خلق توازن واعتدال. انت ما نساتناش حنا الرجال سبحان الله الله يرحم والديك. قلنا الوجع ديال العاده الشهريه يؤخذ قبل ولا اثناء؟ سمعي الور الجمره ضد الحيض المؤلم، واحد المعلقه صغيره من زهره الجمره دونك من النواره ديالها دائما تكون ناشفه جافه، نزيدوا عليها واحد الفنجان او كاس من الماء بدرجه الغليان، نخليوها تخمر واحد مده 10 دقائق، نصفيوها ونشربوا واحد الكاس الصباح ولا بالليل قبل الناس. وننصحوا البدء في شرب هذه الوصفه او المستحلب ديالها واحد 8 ايام قبل الوقت ديال حلول الدوره الشهريه. دونك اش غناخذوا؟ واحد المعلقه صغيره ديال النواره ديال الجمره وهي جافه ناشفه، نشدوها طريقه سهله تيليمون سهل، كاس ديال الماء بدرجه الغليان نخويو على ديك المعلقه صغيره ديال النواره، نخمروها 10 دقائق، نشربوا كاس قبل الفطور قبل النعاس. وتنصحوا باش يشربوا العيالات هذه الوصفه واحد السيمانه قبل حلول الدوره الشهريه باش ما يكون عندهم الالام. ولا العلامات ولا البوادر ديال العاده الشهريه بدات. لو سيكل سهل. لو سيكل بين 22 28 يوم، يضربوا الحساب شحال جاتهم لي ريغل وينقصوا ذاك الشيء يعرفوا شحال باقي لهم. نخليه باقى واحد الاسبوع سهله. شوف كل ثلاثه الاسابيع جوج الاسابيع نريحوا، الاسبوع الثالث نبداو نشربوا فيه الجمره وهي صالحه لبزاف الحوايج. العصير ديال النبات ديال الجمره مع الازهار ديالها دونك يعني نبات السقان وريقه كلشي نقدروا نستعملوه كيف هو. لاش لتطهير الجروح والقروح والدماميل والحروق والكزيمة وتشققات الثدي، نهود العيالات اللي تشكل والتشققات ديال اليدين وغيرهم يعني من افات الجلد. ما فيش مضره نستعملوا النبته كلها. نقدروا نشدوها الجذوره والوراقي والازهار، نقطعوهم بحال القزبر والمعدنوس، نصفيهم ونشدوا هاد العصير ديالهم او هاد لو سوك ديالهم، نستعملوه لاش لتطهير الجرح. الجرح بغينا نطهروه او القروح او الدماميل او الحروق ولا الكزيمة ولا تشققات ديال الثديه ولا تشققات ديال اليدين ولا غيرهم من الافات الجلديه، نستعملوه للجلد. طفح الجلدي كامل، الحروق، الجرح، داكشي كامل. هذا العصير الغد، هذا لو سوك طري يعني الاعشاب طريه كانت نطحنوها. الورق ديال الجمره الخضراء الا شديناها ولصقناها شي حاجه دوك اليوبوسات الجلديه، الجلد اللي ناشف اللي جاف الا شدينا الا شدينا الورق، غير الورق راه تدير واحد الورقه زوينه لو سوسي اورنمونتال، الورقه ديالو كبيره والاخرى الورقه ديالو صغيره. الا شدينا هذه الورقه ياك وحطينا على البلاصه ديال الجلد اللي عندنا ناشفه جافه يعني فركنا به الجلد ديال الناشف. والجلد واحد ساعدتنا بزاف على الشفاء وباش تحيد لينا التآليل، نفركوا بزهره الجمره تولال مع حمايه. دابا مثال بسيط،
شوفي الفرق اش كاين في هذه العشبه. لخدينا النواره بوحده غير النواره ومشينا للتلال بوحده وحكينا بالنواره تحيدوا لنا هذيك النواره اللي حكينا بها الجلد تطيبوا لنا. دونك اش غنديروا؟ تناخذوا الورق ديال الجمره الورقه تنديروها في الجنب ديال البلاصه اللي غنحكوا الورق الورق تيحمينا تيحمي الجلده والنواره اللي ابرازيف تتاكلها. دونك تسقدي لنا النواره تسقدي لنا على على التعاليم وما خصهاش تقصنا الجلد. المراه اللي ياسات من الحيض والاضطرابات ديالو صافي ياسات عيات عندها خلل هرموني عندها مشكل ديال الحيض ديال الدوره الشهريه اما تجيها بعيده قريبه كثيره قليله على حسب الدوره الشهريه ياسات مسكينه خلور من الحيض. تاخذ واحد 30 غرام من زهره الجمره تزيد واحد لتر ديال الماء بدرجه الغليان نخمروه واحد 10 دقائق نصفيها ونشربوا منها كاس قبل الفطور الغداء العشاء والناس ربع الكيسان. قدروا نضيفوا على اضافه اخرى العسل الحر بيان سور او السالميه اللي تهيئ كتعرف الردة تجبديني بغيتي نديروا لوصه المركبه نزيدوا مثلا اضافه هضرنا على الجمره ياك السالميه الصوجة الحلبه زريعه المعدنوس زريعه الكتان هادو كلهم ممتازين يتزادوا هذاك معلوم نقدروا نزيدوا حوايج اخرين الا بغينا ما حسك هاد لي زانغريديو هاد العقاقير اللي ذكرنا ما حسك لنبتناهم راه تنضربوا القوه ديالهم والجهد ديالهم هذاك الور من الحوايج اللي انت راه كنا هضرنا في الحصه ديال المعدنوس المعدنوس راه ممتاز والعصير ديالو ممتاز وراه كنت عطيت الوصفه وراني تناخذها وراه الوهديه لقيتها ديالها ديال لك عصير الحامضه وفصتهم وكاز المدافي وربعه العريشات ولا خمسه ديال المعدنوس انا كاع ما قلنا ضد امراض البرد كاملين وهذا كلشي هذاك واحد العريش ديال الكرافس ومعلقه ديال العسل ومعلقه ديال العسل اللي بغى يكون بن داك الشيء بلا عرش يدير جوج بلا اربعه العريشات ديال المعدنوس يدير سته سبعه المعدنوس هذا مفيد بزاف والحامض والثومه والبصله ما تنساوهاش من الاستعمالات ديال الجمره اش تعالج؟ تتعالج الجروح المتعفنه والقروح المستعصيه والقروح ديال دواري الساقين والقروح الرقاديه لي زيسكار دونك اللي ما تيتحركش خاصو كل جوج سوايع خاصو يتحرك راه مشكل مطروح لي زيسكار الور ها عشبه اخرى زايده اش قلنا؟ قلنا المصاصه فواحد هذه واحد جوج ولا ثلاثه الحلقات قبل جبدنا المصاصه وكلهم زيدي ياك الرضا المصاصه والخياطه خرجت عفويه المصاصه والخياطه وبيموت واليازير والقشور ديال البيض وحنا زدنا دابا الجمره دونك حنا غاديين وتركبوا كل خطره خطره الناس يحفظوا شويه دونك اللي عندهم شي واحد ما تيتحركش مسكين دونك عنده اون ميبليجي بارسيال ولا توتال ولا عنده مشكل او راجل كبير مسكين ما تيتحركش ياك خاصو يتحرك كل جوج سوايع والا طاب اليوم راه غير شويه حمراء الغد ها هي تجرحات البكس غد لقيتيها جرحه وطرات العظم وتانفيكتات ودارت هذاك وتعفنات ودارت لنا القيح دونك تلقاو مشكل راه مشكل كاين تروح ها طريقه سهله نعطيو مثال قلنا الجمره نعطيو مثال بسيط الطريقه ديال الناس باش يقدروا يصوبوا ياخذوا الجمره وياخذوا بيموت المصاصه الخياطه اليازير القرفه الزعتر قشور ديال البيض مثال بسيط هادشي كله اللي خدهم هما جافين ناشفين نشدو نطحقو نطحنو نسحقو نغربلو رديناها مسحوق يعني بودر بودر فين زدنا عليها الزيت البلديه غير الزيت البلديه ما حسك زدنا الخل الور الخل يعني الخل ما يديرلوش التهاب مادام الا كانت الخل وخرجان العقل للجلد وراه الرحمه اختي سميه للجلد راه رائع الخل راه فيه العجب العجاب لا ما تمشيو بعيد نتوما العيالات نتوما اللي تكمشتوا اللي شربتوا اللي بغيتوا الشباب اللي بغيتوا تجبدوا اللي عندكم الكلف اللي عندكم الحبوب اللي عندكم تقابي في وجهكم وهذا الشيء اللي كان راه ما كاينش كثر في الوجه والخل بوحده خل التفاح راه دقه بطله راه الرحمه راه مجرب من 1980 هذا الوصف خل التفاح ماشي خل الاخر لا الخل دابا تنهضروا على الخل التفاح هو اسمى ديال انواع الخل انواع الخل هو سيدهم هو اللي ما فيهش مفاعل جانبيه الانواع ديال الخل كلها وكيفاش يتصاوب الخل وداك الشيء كامل والطريقه راه سهله الخل نسمعي مثال بسيط سيروا قلبوا في المارشي ملي تيكون التفاح رخيص بعد الخطره تيكون داك التفاح صغير بجوج دراهم ثلاثه دراهم بعد الخطره ميم درهم شري 20 30 كيلو شنو هي نشدها نغسلها اليوم ونحطها نخليها تنشف بوحدها حتى الغد ونشدها نقطعها طريفات صغار بالجلفه بالقشور ديالها بالليغرام بالحبوب ديالها ياك بالزريعه ديالها طريفات صغيورين
ونشدهم ونلوحهم في, 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 في برميل. نورمالمون راه ما خاصش يكون برميل ديال 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 البلاستيك حيت ياكل البلاستيك وكل شيء وترجع النسام. هذا راه الماء وما خاصوش يكون في البلاستيك. راه الماء وما خاصوش يكون في البلاستيك. وفين نديرو؟ لا خاصو يكون فين يكون في الجاج اولا في اما الجاج واما شي حاجه بالطين واما شي حاجه بالفايونس. هذا لا بغيتو المعقول وبغيتو الصحه. راه البلاستيك بحد ذاته دار، والبلاستيك راه تيديروا ليه ارقام وهذوك الارقام على فاش الاستعمال ديالو، وهذاك هذاك الرقم اي وهذاك الكود اختي سميه راه تيستعمل غير خطره ولا جوج خاصو يتلاح، وحنا تنخليه وتتعجبنا القرعه والشكل ديالها ونعمروها بالماء ودير في الثلاجه. ممنوع ما خاصش يدار الماء في في هذاك. هذا كنشكرك على كثرتيل هذه النقطه هذه فعلا بزاف، لان طرقنا لها في عدد حلقات البرنامج. السيده تقرا لان كل نوع ديال داك البلاستيك تيتستعمل. واش بغيتي الحق؟ راه ما خصناش نديروا كاع الثياب والماكله والشراب وعير الماء ما خصناش نديروا في الميكا. كل شيء البلاستيك ممنوع خاص يدار في القراعي الجاج. دابا نكملوا الجمر. الو تنهضروا على لي زيسكار هما اللي جبدوا لنا الهضره. الو الجمره اختصاص اختصاص ونديروا المصاصه والخياطه والبيموت والبيموت واليزير زيدي ونضيفوا على الجمره وزيدي مهم قشور البيض. الله يعطيك الصحه راه هما الرحمه. راه قشور البيض اللي تيرعف غير لحوم في المجمر طلع الدخان يشمو يتوقف في البلاصه كاع ما بقيت انا نديرو مسحوق النيف وداك الشيء. كله قلنا على شكل بودغ بيان سور ونزيدو عليه الزيت البلديه ونخمروه ونخمروه واللي عدو لي زيسكار اللي طايب مسكين اللي مفرح داك الشيء كامل ندهنوه بهذا الزيت. الناس راه تيلقاو مشكل الزيت في حد ذاته راه محافظ سي ان كونسيرفاتور وهذاك وما تيخليش ما تيخلي لا رطوبه لا حتى حاجه تقيس لك اللحم. سي ان فيلم بروتيكتور اون بلوس دخلنا فيه لي سيكاتريزون لي سيكاتريزون اللي تيلحموا هما هاد العشوب منهم. دابا تنهضروا على الجمره دونك طريقه سهله هذاك باش الناس يصوبوا الدواء. انا نفضل يديرهم بجوج طريقه بجوج. طريقه ديال الخل، الخل سي ان اونتي سيبتيك فتاك بالجراتي ما يخليش الجرثومه. زيد على دخلنا فيه لي سيكاتريزون هاد لي سيكاتريزون شي هادو كلهم اللي دابا الوصفه اللي هضرنا على لي زيسكار على التقرحات الجلديه ياك او الرقاديه. هاد الوصفه اللي صوبناها احنا باش غنديروا لي زيسكار نقدروا نديروها لوجهنا ممكن معلوم. نزيد حاجه اخرى اونكور بير في كل شيء كله نفس الوصفه نقدروا نشقوا بها شعرنا توقف تحت الشعر وتنوض الشعر وتحل لنا اللون ديال الشعر وتخليه ذهبي مالو شاطان شاطان كلير وغادي وتوت هذاك ما حساك. لازلنا في نفس الوصفه عصير ديال الخيزو وشويه ديال المركز ديال الشاي والمركز ديال القشور ديال الرمان. قسما بالله اختي سميه والله تيحمقكم شعركم اش خسرات من الجهه وزيدها حتى ترطيبها مالك. هذاك نزيدو الزيوت اللي هضرنا عليها وفي وصفه وحده درنا الترطيبه ووقفنا تحت الشعر ونوضنا الشعر ولوناه باللون المستحب اللي تيبغيو كاع العيالات. شوف لي زريات الكتان لا 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 غير الزيوت خليط ديال الزيوت ها زيت اللوز زيت القرقع زيت الخروع زيت البلديه زيت ارقان زيت السمسم الجلجلان دونك غير هاد التركيبه راه ترطيبه. الور هذه لازلنا على الوصفه اللي هضرنا عليها دابا ديال 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 لي زيسكار ياك تقرحات رقاديه ياك لازلنا عليها غير هذا. ها احنا خدمنا بها لي زيسكار ها احنا خدمنا بها التجميل الوجه حيدنا الحبوب حيدنا الكلف سدينا التقابي وجبدنا الوجه. وها احنا خدمنا بنفس الوصفه شعرنا وقفنا تحت الشعر نوضنا الشعر وقتلنا كل شيء اللي كاين في الجلده. الله يجعل تكون القشره يكون القوب يكون اللي بغى يكون راه حتى من الصدفيه غتغيب ما شاء الله. هذا دونك الطريقه سهله ولونا بلو شاتان كلير دوري افيك لي ديفيرون طون دي دوري. اش قلنا من لا راسين والله اختي من لا راسين راه لون تيهبل من لا راسين سي لو شاتان شوكولا وغادي ديغرادا اون شاتان اون شاتان كلير اون شاتان كلير دوري اون شاتان كلير دوري دوري اون شاتان كلير دوري بلاتين اي اون شاتان كلير دوري رو وحتى لو شاتان كلير دوري كولور دو ميال. اللون في زغبه وحده ما يمكنش يكون في الكيمياء وهذوما الالوان اللي كاين شي حاجه اخرى وراه تتهبل والله اختي تتهبل ما بقاش بزاف الوقت يلاه نكملوا. الور قلنا تتعالج الجروح المتعفنه والقروح المستعصيه وقروح دواري الساقين والقروح الرقاديه دونك لي زيسكار والنواسير والاحتقان في الاصابع ديال القدمين ديال الرجلين من تاثير تعرضها للبرد خاصه التثليج. هذه المنطقه دميدلت وهذا اش غيخسروا راه كاينه الجمره يشدوها يديروها يدخلوها في الزيت او يديروها غدا هكاك ويديروها رجليهم حيت البرد راه خطير والبرد يعطينا لا غونغرين وشحال من واحد قطعت ليه رجليه وكل شيء اكوز البرد. راني نعاود لك في كندا البرد لا اله الا الله شتي الموستاشي تهرس نيف كيتهرس الا كان خارج دونك والتشققات الحلمه ديال الثدي دونك هذا كله صالح عليه هذاك. قلنا التشققات ديال اليدين هذه الاصابات كلها تتعالج نعالجوها بمرهم ازهار الجمره
او بالصبغه المخففه، قلنا طريقه ديال الصبغه. المرهم المرهم هي لا كريم ياك البوماده، نصوبوها ب 100000 حاجه لا ما عندناش، راه عندنا الزبده غير الزبده، وخاصه الماعز ندخلوها في الزبده الماعز مع الحوق ديال الجمره بيان سور. دونك عندنا بزاف طرق هذاك، او طريقه سهله انا تنبغيها الصبغه. الور ناخذوا الكول 95 دوغري، ناخذوا الجمره باكملها بالجذور وبالورق وبالازهار ديالها ونطحنوها، وإما جوج حوايج نقدروا نديروها غدا، نطحنوا ونصفيو وناخذوا لو سيك ونزيدوا عليه الكول. كيف نقدروا نديروها سو فورم سيشي ناشفه ونزيدوا عليها الكول ونخمروها بلاصه سخونه شويه، هذاك نحركوها يوميا منين غنصفيو ولا اختي لا دقه بطله. الور تنصوبوا هذا لاكريم، هذا مزيج ديال الاوراق ديال الزهره ديالها النواره ديالها المهروسه بكميات مناسبه، اما من الزبده ديال اللي ما من الحاج او مزيج ديال العصير ديال العشبه الغده باكملها، مثال بسيط باربعه اضعاف من الزبده وضعف واحد ديال الجمره. عطيك الخير جمال، ماشي مشكله فعلا الكلام معك متعه، وفعلا فاجاتني اليوم الجمره نفسي جمره واعره زوينه فعاله، المنظر ديالها رائع، غير مد يدك وقطعها، ترى تقول لك اجي قطعني وديرها في كويس فيه الماء وحطها.